إيمان خليف، إحنا نديروها قصة كفاح، كاع أبناء القاعة راهم يساندوا فيك من الصغير حتى الكبير. إيمان مدرب بن سعو مصطفى، مدرب على مستوى النادي الرياضي الحمية المدنية تيرت. النادي هذا اللي استقبل إيمان في خطاها الأولى، جاتها إيمان سنة 2016، الموسم اللي كان فيه أول بطولة لإيمان في تلمسان، وين حققت المرتبة الأولى بعد 4 أشهر من التدريب. المسافة اللي كانت تقطعها إيمان يعني بصعوبة، بحكم أنها كانت تحتاج إلى أنها تبيع الخبز على حافة الطريق، وتبيع يعني الأكل البلاستيك، وتمتهن مهن وين يعني رجال ما يمتهنوهمش، باش توفر على الاقل مبلغ زهيد باش تجي هنا القاعه وتزاول التدريبات تاعها. شركه ايمان في عده بطولات وطنيه، حققت اكثر من 7 ألقاب وطنيه، ثم تاجت الى البطولات الدوليه وين حققت بطوله افريقيا، بطوله مؤهله الى الالعاب الاولمبيه. شاركت في الالعاب الاولمبيه طوكيو، حققت المرتبه الخامسة، ومن ثم بدأت حكاية إيمان الميدالية الأولمبية. معكم السيد بونوار لطفي، رئيس فرع الملاكمة للنادي الرياضي الحماية المدنية تيارت. إيمان خليف، إحنا نديروها قصة كفاح، راهي على بعد زوج منازلات على النهائي. الجزائر كاملة راهم يساندوا فيك الى اخر منازله، حتى ان شاء الله باذن الله نشوفوا الاعلام تاع الجزائر في فرنسا. كيف ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في المسار تاعك اللي باقي لك. الحمد لله راكي فتي، تجاوزتي على الحاجه الصعبه كاع راكي فتيها، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المنازله القادمه. ان شاء الله انت يوم المدرب تاعنا شاو محمد، منازله ضد التايلانديه الملاكمه في دور نصف النهائي ان شاء الله. ايمان تعرف المنافس تاعها يعني حق المعرفه، نزلت معها في بطوله العالم في السابقه وتفوقت عليها والحمد لله. نتمنى ان شاء الله تكون نفس النتيجه في هذا الاولمبياد ان شاء الله، وتكون ان شاء الله ثاني ميداليه ذهبيه بعد البطله كيليان.